ننتقل الآن إلى الأردن، حيث دخلت كاميرا موزايك إلى كواليس مسلسل توأم روحي للمخرج سائد هواري وبطولة ياسر المصري وصفاء سلطان. تقرير من عمان يلقي الضوء. المسلسل هو تجربة جديدة بالدراما الأردنية، خلينا نقول من حيث الشكل المضمون، خلينا نقول من حيث الشكل إنه هذا عمل لأول مرة يقدم ب 15 حلقة. 15 حلقة هي يعني 15 حلقة مكثفة تقريبا. هذا إذا بدل بدل على إنه يعني لازم نبحث على إنه شو المواطن العربي بده. المواطن العربي بده إيقاع سريع، بدنا خلينا نشيل أسطورة المسلسلات التركية. بعد شخصية حسام فنان تشكيلي، فرد من ضمن شرائح المجتمع، إنسان طبيعي بصفته البساطة، رومانسي حالم، وبالتالي بعشق فتاتين. أنا عم بعمل شخصيتين توأم، رجاء وفاتن. طبعا من أصعب الأدوار اللي ممكن تتخيلوها صدقا، يعني أنا كنت عم بقول عن ليلى مراد هو من أصعب الأدوار اللي أنا أديتها، ولكن اكتشفت أنه ليلى مراد رحمي قدام اللي أنا عم بعمله هلأ، لأنه شخصيتين تركيبات مختلفة، هو شكل واحد ولكن تركيبات مختلفة. أنا بعتبره يعني من الأعمال القليلة اللي تجرأ المنتجين يعلنوها في الأردن، وهي اللون الاجتماعي المودرن. طبيعته جديدة على السوق المحلي الأردني أو مش مطروحة بكثرة، اللي هو الأكشن، ومشغول طبعاً بطريقة أوروبية، خلينا نحكي بستايل جديد. أنا عاملة كاركتر كتير حلو، أنه هي بنت جاي من سوريا من إحدى ضياع اللاذقية، فبتحكي شوي لهجة غريبة عن اللهجات المعتادة على شاشة سوريا. بإن شاء الله هيك ينال إعجاب المشاهدين.